أولا لقد أرسل إيران رجلا اسمه أمير موسوي، ربما تعرفه في قنوات التلفزيون إلى الجزائر. هو رجل استخبارات الحرس. دولة أوروبية ومغرب بدأت يطابع أنشطة أمير موسوي في الجزائر، وأيضا ارتباطات بوليساريو معه، وتبين أن قضية أعلى من سوء تفاهم. هناك رجال من حزب الله ومن استخبارات الحرس ومن فيلق القدس يقومون بتدريب رجال بوليساريو كيف يسقط طائرة أو هليكوبتر أو كيف يصنع متفجرات، يعيدون الحالة الحوثية أيضا، حوثية بالضبط مثل اليمن. فمغرب، أولا ملك المغرب حفيدة فاطمة الزهراء، وهؤلاء يقولون أنه أحفاد فاطمة الزهراء. ملك المغرب حفيدة فاطمة الزهراء. فأيضا في مغرب حالة خاصة، الإسلام المغربي إسلام صوفي، إسلام لطيف متساهل متسامح، فإسلامهم إسلام شيئي متعصب، فهذا كان في تعارض كامل. ملك المغرب رئيس لجنة فلسطين، فهؤلاء يدعون بأنهم سوف يحررون فلسطين، وملك المغرب صديق أسرة بحلوي، فهؤلاء ينظرون إلى المغرب باعتبارها دولة إفريقية عربية مسلمة ذات جاذبية خاصة. يعني مغرب قادر على أن يكون منافسا ندا لإيران في أفريقيا. المغرب يبقى الدولة الوحيدة التي قادرة أن تتنافس مع إيران وتصد زحف الإيراني نحفها.